حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج الذي نسمع فيه آراءكم وتصدح به أصواتكم ليسمع الناس ماذا تريدون أن تقولوا، إن كان للحكومة أو للشعب أو للعالم. تابعونا بعد الفاصل. أيها المسؤولون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في هذا البلد، الدنيا مطرت، الشوارع غرقت، البيوت فاضت، أنا لتقعدكم لأن أدري بيكم نايمين، ولتبلغكم لأن أدري بيكم ما تدرون، ولتقللكم لأن أدري بيكم ما تهتمون. أنتم غير مبرئي الذمة لما لحق بالشعب العراقي من معاناة ومأساة، لكن الشيء اللي أرد أقوله بس المسؤولين نايمين، بس المسؤولين نايمين. أنت لبالي إيش وقت تقعد مكافق عدشن هالنومة. غير محروق قلبه، صدق مكافق عشان هالنوم. طبعا هو ما يوجه السؤال الى مسؤول، هو يوجه السؤال الى الشعب. اليوم اذا نريد نحكي على اللي دا يصير بالعراق، نبدي بالتسلسل. حيدر الملا يطلع ويقول، حيدر الملا قيادي في تحالف الاصلاح يقول انه الفساد محمي بالسلاح والميليشيات المتنفذه والسلاح المنفلت خارج اطار الدوله، والجهات الرقابية العفو هاي الجهات هي تحمي هذا الفساد، والجهات الرقابية من تقدر تسوي أي شيء. وقال إنه العراق هو اللي دا يدفع الثمن نتيجة سيطرة الأحزاب وهيمنة السلاح على مفاصل الدولة. يعني وبين شغلة إنه الدولة عاجزة عن السيطرة على المنافذ الحدودية. إذا نريد نروح للمنافذ الحدودية، رئيس هيئة المنافذ الحدودية يقول دكتور كاظم بريسم العقابي، يقول انه دخول المواد المخدره بشكل اكبر عبر منفذ مندلي شرق محافظه ديالى مع ايران نتيجه ضعف الاجراءات ووجود عصابات مسلحه تعمل بشكل علني. دكتور كاظم، يعني من طلعت انت بهذا التصريح انا اعرفك معرفه شخصيه، انت استاذ جامعي ودرستني في فتره من الفترات، ما كنا نتوقع في يوم من الايام انه نشوفك تسكت وما تحكي او ما تنفذ. انت رئيس هيئه منافذ حدوديه، اذا انت مشخص الخطا ليش ما وقفته؟ انت المسؤول عن هذه النقطه بالذات. انا ما اخاطب مسؤول هسه، اتمنى يوصلون هذه الرساله الى دكتور كاظم بريسم العقابي. انا اخاطب بيك الأستاذ اللي درسني في فترة من الفترات وخرج أجيال وما كان يقبل لا بغش ولا كان يقبل بغلط ولا كان يقبل بواسطة. أنت إذا تعرف الخلل وين وتعرف المصيبة وين وتقول أنا مشخصها وأنا حاط إيدي على نقاط الضعف بالمنافذ الحدودية، وإحنا ما عندنا كلا بوليسية كينان، وإحنا خاطبنا شرطة الجمارك بهذا الشأن، ليش ساكتين إلى هسه؟ كل هذه القضية يا أستاذ يا دكتور كاظم وحيدر الملة وآلة طالباني وغيرها وغيرها، آلة طالباني اللي طلعت وقالت إنه كل متطلبات وأسباب الانتفاضة الشعبية بالعراق متوفرة، يعني الحال اللي دا يصير بالعراق هسه حال يؤدي إلى انتفاضة شعبية. آلة طالباني تقول انه هذا الحال راح يوصلنا الى حال اصعب من الحال اللي احنا به، قد تكون ثوره شعبيه عارمه شبيهه بثوره العشرين. ثوره العشرين كانت ضد محتل، احنا عندنا اكثر من احتلال هسه، فالثوره اذا قامت او الانتفاضه الشعبيه اذا قامت ضد اي محتل، السياسيين هسه هم ثائرين ضد امريكا، ليش؟ ارضاء لايران. اكو سياسي راح يثور ضد ايران ارضاء للعراق، ارضاء للشعب العراقي، ارضاء لتاريخ هذا البلد العريق اللي انطمس. ويانا اول اتصال اليوم، علي من بغداد، حياك الله.
علي. موضوع الحلقة. عليكم السلام، تفضل. وضع العام. اوكي 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 علي تسمعني؟ انقطع الاتصال ويا الاخ علي من بغداد، ارجو منك انه تعيد الاتصال بنا مره ثانيه حتى نسمعك. نتيجه هذه الفساد ايضا انتشار مرض الايدز اللي ما سمعنا به الا بعد دخول المحتل الامريكي عام 2003. يعني اذا اريد نكون صادقين كانت نسبه الايدز بالعراق صفر، وما كنا سامعين بهذا المرض، ولا كنا نعرف شنو شكله لهذا المرض، ولا كانت عندنا مراكز لتأهيل المصابين بمرض الإيدز أو النقص المناعي. زين، لما تطلع إحصائية بالعراق يقول العام الماضي 377 حالة إصابة بمرض الإيدز، الدولة سوت له شيء؟ ماكو. هذا الإحصاء الرسمي حسب مدير المركز الوطني للإيدز في وزارة الصحة العراقية بهجة عبد الرضا السعيدي، يقول العام الماضي 2018 377 إصابة، منها 224 إصابة بعام 2018، والبقية قديمات تعود لسنوات سابقة، منبها أن الإصابات تتزايد بشكل مستمر، إذ بلغت خلال عام 2017 96 حالة، عبرت من 96 يعني قريب المئة إلى 377 بسنة واحدة. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. فساد، منافذ حدودية ما مسيطر عليها، أدوية فاسدة تدخل العراق، مواد غذائية فاسدة تدخل العراق، مخدرات تفوت للعراق، والمخدرات أكو تستخدم عن طريقة الحقن والحقن تدخل أيضا إلى العراق وهي غير صالحة للاستخدام، فأكيد راح يصير بلاوي بالعراق. أبو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم أخوي أفل. هلا بيك أخوي. الله يخليك يحفظك الرحمن إن شاء الله. أخوي أفل، يعني ما تقول هذا كاظم ما تسمع عن هذا المنافذ الحدودية، هذا لما يسكت على الشغلة هاي، هاي دليل على أنه يعني ما يقدر يسوي شيء جبن. يعني أشوف البلد بينهان بيتدمر، دخلت على المخدرات، المواد اللي منتهية الصلاحية. اي مو بس هذا يعني الرجل، بس غيره وغيره، يعني هسه هاي الفيضانات، النازحين، يعني هذول كلهم عملاء ضد الشعب. يعني ما يجدون حل ولا تنقلب الدنيا. يعني هذول بعد محتلين، واللي سبب البلد هذا الناس المفروضين على البلد اللي جو البلد هذا وعاشوا به واكلوا من اكله وزرعه وشربوا من مايه، هم هذول السبب اللي خلوا الاحتلال يقوى، والميليشيات هاي القذره تجي من ايران، هم خلوهم يعني خلوهم فد شلون اقول لك فد اساس. نعم. انا ما يعني انا اقدر اسمي الناس اللي سوى الشيء هذا واللي سالت الامور للمحتال وللميليشيات القذره هاي اللي تهدي بالبلد والمساجين، حدث ولا حرج. الامريكان هم جابوا لنا الديمقراطيه، ديمقراطية ما في ديمقراطية يعني. يعني شوف الفيضانات بالبيوت، شوف الايد، شوف الدول ماكو الا اذا عنده فلوس يروح يتعالج، والما عنده يموت. يعني اكو اشياء بالعراق وسببها انا احكي يعني ما اخاف من احد، شيء على سبب دمار العراق كله. يعني اقول 99% هم سبب الشيعة، لان اي دول محتل وهاي المرجعيه التعبانه اللي طت ممنوع واحد يقاتل الامريكان، مو الغربيه قاتلت الامريكان، مو طيحوا حظهم الامريكان، الجنوب كل شيء ما سوى، لا قاتل الامريكان ولا بيحزنون. بس هم يشوفون الذله شلون تصير؟ شلون الذله بعد يشوفون؟ قلت لكم سابقا ضربوا الغربيه بعدين راح يجون على الجنوب راح يطيحون حظهم وراح يشوفون أسوأ بعد وأسوأ. هاي عمالكم في ابانها هنا هنا. اكو مناطق ما واصلها مي، بس اكو مناطق راح يوصلها مي. وبعد ما ينفع عنا دم. قرة عينهم اللي ما يستحون ويعرفون البلد اللي اكلوا به، زادوا ملح وباعوه. مع الاسف والله. نعم، شكرا لك ابو حسن. ام ازهار من العاصمه العراقيه بغداد، حياك الله ام ازهار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العظيمه
العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى الحدود العراقية، إحنا ما عندنا حدود، إحنا حدودنا مفتوحة وهم خلوها مفتوحة لإيران وسوريا ودول أخرى حتى تجي المخدرات، حتى تجي المواد الغذائية الفاسدة حتى العراقيين حتى يموتون الشعب. ولكل الموجودين على الحدود على الحدود كلهم خونة وكلهم من أداء الداعشيين ومن أداء إيران ومن أداء أمريكا وإسرائيل. فيها كلها مؤامرة مدبرة من أمريكا وإسرائيل وإيران لتدمير العراق. هم دمروش خلوا فيه، فحدودنا مفتوحة وجنوبنا تدمر، البصرة تدمرت. لكن أنا أتعجب على أهل البصرة، أهل البصرة اللي هم أول مرة طلعوا مظاهرات واحتجاجات وريد تعيين وريد أكل وريد هسه بيتين من الجوع والأكينات. شنو الدافع اللي يخليهم يبطلون من المظاهرات؟ شنو الدافع اللي يخليهم ما يلتحمون المظاهراتهم ويا الوسط ويا بغداد ويا الشمال حتى نخف على هالعصابات الموجودة؟ لكن أكو خذلة، أكو أنا يعني مع اعتذاري، أكو شعب خاذل، أكو خاذل إلى هاي الجهات المعنية لإيران وأمريكا وإسرائيل. أكو يندسون، أكو مدسوسين هواية ودي يأثرون على البقية. فإحنا نتمنى أنه هاي العصابات الموجودة الشعب شوية يوعى أكثر ويشوف أنه لا المخدرات دا تفيده ولا الفلوس دا تفيده ولا هو انتماء إلى إيران وأمريكا وإسرائيل دا يفيدوهم، لأن هذا اللعبة على العراقيين وتدميرهم. فأوعوا يا شعب، أوعوا يا شعب البصري، يا شعب البصري أنت يعني مذكور بك مال ثورة العشرين. يا شعب البصري أوعى شوية وصير خلي عندك إرادة قوية واتحد ويا الوسط ويا البغداد ويا الشمال. نعم وقض ثورة عارمة تصير ضد هذول المحتلين اللي اجونا ودمرونا الإيرانيين وأمريكا وإسرائيل. وأنا أشكرك. شكرا لك أم أزهار. مشاهدينا الكرام، أعتذر منكم أني نسيت أنوه، أكو أرقام خاصة بالبرنامج أتمنى ظاهرة هي أسفل الشاشة حاليا، أتمنى تتصلون حتى نسمع آراءكم. راح نتكلم أيضا عن السيول والمياه التي تتدفق من إيران وأيضا الأمطار الغزيرة في بغداد وباقي المحافظات العراقية ومخلفات هذا الأمر والسيئات التي حصلت نتيجة عدم مقدرة الحكومة على إدارة هذا الملف. أيضا عندنا برنامج الواتساب، أي شخص ما يقدر يتصل بينا لظرف ما، برنامج الواتساب ابعث لنا رسالة، اكتب لنا في آخر رسالة اسمك ومكانك، احنا نقراها لك إن شاء الله في البرنامج. عندنا اتصال من النجف، أبو زينب، حياك الله يا أبو زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله هذا يعني مثل ما يقول الحديث اليومي والظاهر يعني ماكو فائدة. نعم الفائدة هذول اللي يقعدونا كل شيء ماكو. أبسط شيء الأضراب اللي صار 1/2 و2/2/2019 مال المعلمين والمدرسين في عموم العراق. نعم وقال راح نحسن رواتبكم ونصر قانون حماية المعلمين والمدرسين ونوزع قطع الأراضي السكنية ونحسب لكم الترفيعات من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ المصادقة ووصولها وسلم الرواتب الجديد اللي كل شيء ما شفنا من عدة. وأيضا قانون زيادة رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الرابعة والمقار من زمن نور المالكي والذي يجب أن يطبق بأثر رجعي من 1/7/2013 إلى الآن، وقطع الاستقطاعات بحق يعني هم يسرقون دول السياسيين الكبار ويطلعوها بضرائب واستقطاعات من الموظفين المساكين اللي يخيرهم ما يمتلك لقطعة أرض أو بيت أو شقة، إضافة إلى سرقاتهم الكبرى عدم نفط وغيره. يعني ناس هذولا انفتحت حلوقهم على سرقات العقار
بشكل غير مسبوق بالعالم كله، يعني شيء مخزي. واكثر سرقات بالعقار تمت هي بالنجف، يعني حتى الحدائق العامه اللي هي المتنفس الوحيد للناس حولوها الى محلات ومولات، ما يستحون، والشغلات كلها استهلاكيه وليست انتاجيه. وادخلونا المخدرات وادخلونا السوالف التعبانه وطايحها. الحدائق العامه باقوها، الساحات العامه باقوها، الاراضي السكنيه والزراعيه والصناعيه والتجاريه كلها باسم الاستثمار سرقوه باسماء وهميه وشركات وهميه على اساس عربيه واجنبيه وكلها كذب. هو اللي رئيس اعضاء مجلس المحافظه والمحافظ والمسؤولين ورؤساء الكتل والاحزاب. ومن هنا انا ادعو الشعب العراقي الى مقاطعه انتخابات مجالس المحافظات مقاطعه تامه، ويجب حل جميع مجالس المحافظات لانهم سبب البلاء، سبب البلاء بينا هم. هذا لحد الان ما قدموا شيء. مدرسه واحده من سقوط النظام السابق ب 9/4/2003 الى الان مدرسه واحده حكوميه ما بنوا، غرفه الفقير ما بنوا، قطعه ارض سكنيه الى فقير ما بنوا. بالعكس هم اشتروا الناس واستحوذوا على المليارات، وهذول ما في ديهم لا مظاهره ولا احتجاج ولا ابد، ما في ديهم غير الثوره. وشكرا للشعب النائم. نعم، شكرا لك ابو زينب. عندنا اتصال من تركيا، محمود، حياك الله يا محمود. السلام عليكم، شلونك اخوي افل؟ عليكم السلام ورحمه الله. اخوي افل، بالنسبه لهذه العصابات المجرمه، احنا ما نقول حكومه، اذا نقول حكومه نكبر الروس. هذه العصابات المجرمه ما نتامل من وراها خير، دمرت الشعب، سرقت امواله، هجرت، فلشت المدارس، فلش حتى هي فلشت البيوت المواطنين. فهذه حكومه تاخذ اوامر من ايران بتدمير العراق، تدمير البنيه التحتيه من الزراعه والصناعه والتجاره والطرق وحتى وهاي الفيضانات، يعني هاي متعمده، يعني مو فيضانات لا اراديه، متعمده. والحكومه وايران متعمدين بفتحها على المحافظات الجنوبيه. وبالنسبه للعراقيين راح احكي لك سالفه، العراقيين ما يقومون ثوره ما يقومون، قل لي يعني حتى لا حد يزعل من عندي. المناطق الغربيه لما ثارت سووهم ارهابيين وداعش وقضوا عليهم، نص مهجرين ونص معتقلين ونص مقتولين ونص هذا. الاكراد يقول لك احنا اقليم وحدنا. الجنوب للطيبين، محترم للطيبين، 90% موافقين على الوضع هذا، لان اغلبيتهم شيوخ ومستفادين، واغلبيه اولادهم بالحشد وبالميليشيات وبالكذا. فما هذا 10% ما يقدر يرفع راسه. ودل على ذلك من خامنئي هذا روحاني للعراق، شوف ايش قد شيوخ من الجنوب قاعدين يستقبلونه، المفروض ولا واحد يستقبله. بس المن تحكي هو ما عنده غيره على بلده وعلى ارضه وشرفه، عنده غيره على بيئته وعرضه. يا اخوي يا افل، فاحنا اذا اكو شرفاء نتامل من الشرفاء الوطنيين اللي يسوون حكومه انقاذ، يسوون حكومه معارضه، يسوون حتى الناس تجي تمشي تلتم عليهم. مو كلام هذا، ترى كله كلام. الناس هنا بالمناطق من اخواننا الجنوب يطالبون بس بالان زياده رواتب مخصصات، يطالبون هذا. ما يدري هو الحرامي ما ينطي، هو حرامي شلون ينطي؟ شلون يبني الحرامي اذا تخصصت مدرسه 100 مليون ما يبنى ب 100 مليون، حط ال 100 مليون يبقى يقول حط كرفانات مال. فهذول ما نتامل من وراهم خير. اذا اكو غيره عند العراقيين يسوون ثوره. نعم. شلون السودان، شلون الجزائر، ذول اللي شالوا الحكومه، شلون هاي البلاد الاخرى، مصر ما غيرها. احنا ما نظل نتامل بالمرجعيه ونتامل من هذول كلهم متفقين علينا سرقه اموالنا. وبالتالي على ذلك هذول الناجحين كلهم ما حد قوى دالهم شيء صحيح. وهسه عم مودي 400 طن لايران، احنا ايش علينا بايران؟ احنا خلينا نبدي مرقتنا على زياجنا وننقذ ذول الناس اللي المهجرين من السيول، ننقذهم. راح نودي لايران احنا شنو الناس اللي ما عنده غيره على البلد، فرد نوب يعني. يا اخي وانا لله وانا اليه راجعون، والله ان شاء الله ييسر الامور كلها ويهيئ ناس صالحين شرفاء يحبون هالبلد ويحكمون هالبلد. نعم، شكرا. وانا اشكرك أخوي. شكرا لك ابو زينب، عفوا محمود. عندنا ابو فيصل من السعوديه، حياك الله. ابو جاسر السلام عليك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لك استاذ افاد، وتحيه للقناه، وتحيه الكادر، وتحيه للاخوان المتصلين.
حياك الله. بالنسبه للسداده هذه ما يسمى بالحكومه هي ليست حكومه استاذ، هم عصابات سراق تابعين لايران، وهم كل ما يمسكون من نهب اموال الشعب العراقي ويهربونها لايران، وهم عملاء لايران. فلا حل مع الشعب العراقي نهايه الا ثوره، اذا لم يثوروا فهذول الفاسدين هم مرجعياتهم واذناب ايران. لازم الشعب العراقي، هم يعلنون يقولون احنا فاسدين، يقولون احنا فاسدين، يعني عينك عين، يقول لك الفسد عندنا عادي عندهم الفسد، هم ناس مجرمين وفاسدين. جايب لك هذا حاط لك نص كيلو عدس للشعب العراقي، استهجان، ايش يسمى الشعب العراقي ما يثور على هذول العصابة؟ يقول لك الشعب العراقي تاريخه عريق، بعدين لازم يثور الاموال ثروه الشعب العراقي يلعبونها هذول الاندال. شكرا. شكرا أبو فيصل من السعودية كان معنا، شكرا جزيلا لك. أم أزهار ذكرت قضية المقدرات وتعليقا على ما قلته، يعني إحنا نستغرب من الحكومة العراقية، أنا مو سياسي ولا مسؤول بالدولة العراقية، بس يحتاج شوية نعلمهم شغلهم. لما يطلع لنا عادل عبد المهدي ويقول إحنا المخدرات تجينا من الأرجنتين، تركب طيارة إلى لبنان، تنزل بمنطقة عرسال أو غيرها ما أتذكر بالضبط، وبعدها تنتقل بالجو إلى بغداد، يعني إذا أتم حدد خط السير مالتها من وين تطلع إلى وين تنزل، مرة ثانية تركب طيارة وتجيك ليما كنت توزع، يعني أنت تعرف كل شيء. حبيبي أستاذ عادل عبد المهدي، أحب أقول لك أكو شيء اسمه انتربول دولي، أكو شيء اسمه قانون دولي لمكافحة المخدرات، أكو شيء يساعدك على هذا الأمر، أنه تخاطب لبنان تقولهم ترى أكو فلان مكان دا ينزل بمخدرات دا تجينا، وتخاطب الأرجنتين تقولهم دا تطلع من عندكم مخدرات تروح لبنان ومن لبنان تجينا، الدولتين يساعدوك بهاي القضية. بس يبدو أنه ما حد معلمك هاي الشغلة، فحبيت أعلمك إياها. شغلة الثانية، أبو زينب من النجف يقول زيادة رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الرابعة بقرار مقر من زمن نور المالكي. ما أعرف يعني إحنا هسه فترة عادل عبد المهدي صار له سنة تقريبا، يعني راح يكمل بعد فترة بسيطة، وأربع سنوات عندنا حيدر العبادي قبل نور المالكي. إيش تنتظرون؟ ولما نردتوا تقللون درجات خاصة ثارت الدنيا وما حد سوى شيء، رواتب التقاعدية للمسؤولين ما حد يسوي لها شيء، اللي داوم لأربع سنين ويروح ياخذ لراتب تقاعدي مخيف. ما أعرف. أبو فيصل محمود من تركيا ذكر السيول، هاي طامة كبرى السيول اللي بالعراق. السيول طبعا أنا أربطها بأكثر من حدث. العراق أعلن اكتفاء الذاتي من التمور، صارت عندنا مصيبة بالنخيل. أعلن اكتفاء الذاتي من الثروة السمكية، طفح السمك ومات بشكل جماعي. أعلن اكتفاء الذاتي من الحنطة وما أعرف شنو، وبعض الزراعات من ضمنها البرتقال وغيرها، جت السيول. أكو فيديوهات هواية تطلع مزارعين وفلاحين عراقيين، رجل كبير في السن مسن يبكي على شقة عمره وتعب عمره، وشاب آخر بالما يقول هذا الخيار ماتي وأنا وديه. وبالتالي الحكومة العراقية تسوي وصولات انتشرت بالمواقع لجمع تبرعات لمساعدة متضرري سيول إيران. عندنا اتصال من بغداد. أم عبد الله حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك وإلى قناة الشريفة وإلى كل العراق الشريف. حياك الله أختي. أستاذ، أهم شيء عندنا بالعراق هو الفساد الأخلاقي. نعم. الفساد الأخلاقي اللي هو عم على كل الشخصيات السياسية وقسم من الشعب العراقي. لأن الفساد الأخلاقي أدى إلى وجود فساد مالي وفساد، يعني تعرف خاصة الفساد الأخلاقي معناها ترى يعني كلش كبير يعني بالنسبة للمسلم. لهذا يعني كشفت هاي الحقيقة إنه الفساد الأخلاقي والفساد المالي كشف حقيقة شخصية السياسيين وشخصية قسم من العراقيين. ليش؟ لأنه إحنا كعراقيين أكلنا مال حرام، أكثريتنا أكلنا مال حرام. لا تقول إنه ما حد أكل مال حرام. ليش؟ لأنه الأسلوب اللي اتخذ من قبل الحكومات هي اللي قاموا أنه جعلوا الحرام منتشر ما بين العراقيين،
واعتقد انه استاذ احنا هسه في حاله يعني امتحان من رب العالمين. الامتحان اللي موجود عندنا هو الله سبحانه وتعالى سيعاقب المسيء، فالعقاب بيروح الاخضر السعر اليابس. نعم. اسرائيل نجحت في تثبيت نفوسها في فلسطين بالاضافه الى تأييد الحكام العرب لاسرائيل، وهسه اخر الاخبار انه راح يقومون بعمليه وضع اسرائيل ووضع العراقيين العفو الفلسطينيين وتوزيعهم بالوطن العربي، يعني تشريد الفلسطينيين مثل ما شردوا العراقيين بالوطن العربي وخارج الوطن العربي، والسوريين نفس الحاله. هاي هي المشكله اللي كانت تعاني منها اسرائيل هسه نجحت في تطبيقها. استاذ عندنا الحكم السابق الغي نتيجه مطاليد حكام العرب، والعرب هم حكام العرب هم المسؤولين عن كل ما حدث للشعوب العربيه في الوطن العربي. نعم. احنا كنا نقتدي بالسيستاني ومقتدى السيد مقتدى الصدر باعتبار انه مثال الاخلاق والدين، لازم كل شيء ساكتين وكل شيء ما يحلون اي مشكله، خلوا الطغيان يعني يصير في اكثر من مستوى الحاله اللي احنا بنعيشها. نعم. استاذ احنا هسه الحكام العرب ككل وحتى الحكومه العراقيه وبشار كلهم بينطون اموال الى اسرائيل والى ايران والى امريكا في سبيل الحصول على المناصب وعدم تحريك الحكام من كراسيهم. فلهذا الشعب العراقي من ضمن الشعوب العربيه انه فقد كل شيء، فقد الحياه، فقد الكرامه، لا فقد لا. البيوت، فقد الاراضي الزراعيه. لهذا نشوف احنا هسه بالوقت الحاضر الدول العربيه وخاصه العراق خاله طاسه قدامها تستجدي من الدول العالميه والدول العربيه انه تحل مشاكلها. ليش احنا ثرواتنا وين صارت؟ ليش تطلب من الكويت وامريكا تطلب انه تقول انه يسوون لنا كهرباء ويسوون لنا هاي ويفتحون ابوابهم الى كل من يقدم خدمه للشعب العراقي؟ احنا شبابنا وين؟ بعدين استاذ احنا قسم من العراقيين هسه يقولون انه شوفوا الشعب السوداني، الشعب السوداني ترى من صفر ضد الحكومه، يعني كان اكو جيش يسنده، اكو جيش باسل، احنا وين جيشنا الباسل؟ وين اللي خاض الحروب القديمه واللي حافظ على سياده العراق؟ هسه وين؟ اصلا انا ما دا اسمع عن كل قائد سياسي عسكري العفو عسكري انه حافظ على سياده العراق او يحافظ على حدود العراق او يحافظ على العراقيين. تذكروا الشعب العراقي غارق بالمياه كلها تئن. نعم. ان الامه تئن. نعم. الرجال تبكي، يعني اذا هذا بعدين احنا راح يجينا الصيف، انتظروا الامراض والبوخه والحشرات. نعم. نعم. هذا راح يطلع بالعراق، يعني هذا كله الحكومه ساكته تاركه امور الشعب يعني جهه وهي حالته في جهه اخرى. نعم. وهسه تريد تطالب من الحكومات انها تقوم بعمليه اسكات الشعب العراقي عنه. وبعدين استاذ احنا عندنا بالنسبه للعراقيين كلهم بيطلعون بشكل منفرد منفرد، ليش كل واحد يطالب بحقه؟ نعم. ام عبد الله اذا تسمحي لي إذا تسمحي لي يعني أعتذر منك لكن عندي اتصالات كثيرة دا تنتظر. شكرا جزيلا لك، ما قلتي صحيح 100%. سامي من بغداد، حياك الله أخ سامي. السلام عليكم أستاذ، حياك الله أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي العزيز، تحياتي لحضرتك وكل المتصلين الشرفاء يا أخي. حياك وبياك حبيبي. يعني صراحة يعني عجبني كلام الأخ محمود، يعني وفى وكفى بارك الله فيه صراحة. نعم. بس أريد أقول شيء يعني لأن هذا يعني حاضر وموجود عندنا. نعم. اللي القسم الثاني، على القسم الثاني وأحاول أحكي يعني أحكي بسرعة يعني يا أستاذ أفل. أنا دا أقول الأشياء والحوادث اللي تصير بالعراق واللي يعني اللي ما فيها اهتمام وما فيها هيك حرقة لبلدي، هذا ما جاي من هالشكل يعني من عدم، جاي هذا من كره يعني
شلون واحد درسك بمكان وقال لك ما تسوي اي شيء بهذا البلد؟ هذا البلد مسموح لك تسرق تبوق وكله تشتغل، يعني تشتغل وش اسمه سامع، يعني ما اريد اقول كلمه بس راح اخليها بالاخير حتى لا تسد التليفون علي. بس اقول يا اخي هذا بلدنا، يعني ما في ناس شرفاء لا غيره ولا ضمير ولا لا حرقه على البلد ابدا، يعني جاي من مكان اخر يجي هنا في سبيل يسرق عادي حلال عندك، يكذب يا معود هاي احنا شو اسمه هاي موجوده بالمذهب موجوده عادي، يعني هاي المشكله استاذ عفل. يعني مصيبه حلت على العراق بهؤلاء. واكثر شيء انا اقول يعني السياسيين الشيعة استغلوا يعني سرقوا البلد، ما بيها كلام اصلا. المفروض واحد يطلع يقول صحيح يا اخي كانوا سابقا العراق من زمان، يعني ماكو اتهمونا على اساس الحكم السني وكذا وهاي عمو، احنا سوينا احنا اللي يشيل راسه نقطع زين، بس غير انت تجون يا ما يخالف ما منا بالله خربتوا مكاناتنا كذا، سو شيء خلي السنة هذا تروح تعيش بالوسط والجنوب تقول صارت الامور هناك محترمه يا اخي اذا انت ما انت حكمك بالخامني، ويجون ناس موجودين بالعراق ويقول لك انا اموت على الخامني، زين انت شلون هذا البلد شلون راح يتصلح؟ وشغله اخرى يا استاذ أفل بالنسبه للسودانيين، يعني انا ايش اقول لان هاي البارحه صارت الشغله، يعني انا اريد على طول اذكرها لان تصير مثل غصه شلون اللقمه اللي ما يقدروا يبيعوها العراقيين. يا اخي هذا يبدو انه الاتصال انقطع ويا الاخ سامي. طبعا عندي مقتطف الى فلاح متضرر نتيجه السيول اللي دا تعصف بالعراق، والحكومه ما دايره بال ولا بالها انه شلون تعالج هذه القضيه. خلينا نشوف شنو قال. يبا هذا نهبنا يبا راح تعدا، الله اكبر يا ربي، الله هو اكبر، الله هو اكبر. يعني رجل كبير بالسن قضى عمره يمكن يزرع ويفلح بهذا البلد ويفيد الناس، يفيد الناس لأن يعطيهم سلة غذائية يأكلون من وراها، راح شقى عمره كله راح، مثل ما راح شقى عمر وتعب بعض أخواننا اللي كانت عندهم مزارع لتربية الأسماك، ومثل ما راحت واحترقت بساتين النخيل، ومثل ما راح العراق كله نتيجة شنو؟ نتيجة أكون سياسيين، مو سياسيين، سياسي صدفة، نتيجة أكون ناس ما تفتهم شيء بالعمل السياسي، لا تفقه شيء بالحياة، ما عرفت شيء بالدنيا، كان جوعان حافي مهتلف بأوروبا وغيرها ويشتغل حملة دار وغيرها وشغل معيب، لكن إجا إلى العراق نتيجة قرار أمريكي أرعن حتى يخلي لنا سياسي وحاكم، فيجيك واحد غبي بقرار من واحد أرعن يقول لك تعال احكم بلد بتاريخ العراق، والنتيجة اللي صاير عندنا هسه بالعراق. عندنا اتصال أبو محمد من الديوانية، حياك الله يا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخويا؟ نعمة، أنتو شلونكم؟ الله يسلمك، الله يطول بعمرك. يسلمك ربي. أقول لك أخويا. نعم. ذولا أنا دوجه انتقاد لذولا، ذولا الشيوعيين اللي يدعون نفسهم بأنه وطنيين ويدعون نفسهم بأنه شعب واحد وأمة واحدة. إيه. شلون يطونهم فلوس ويقفلون في هالذل هذا ويسكتون؟ شلون ادير قلهم شلون انتم قبلتوا تاخذون فلوس وتسكتون على هالوضعيه هاي، وانتم تدعون بالاشتراكيه وتدعون بالوطنيه وتدعون بالدعون ها؟ نعم. ليش هم بس هم قبضوا وسكتوا يا اخويا؟ لا والله كلها هي قبضت، اسمعني كلها هي قبضت اقول لك. يعني اذا تريد نجي للصدق، كل السياسيين اللي بالبرلمان بكل كتلهم بسنتهم شيعتهم صابئتهم مندائيهم الأكراد المعرفش كل طوائف السياسيين مو الشعب، الشعب يختلف عنهم، كل طوائف السياسيين قبضت من إيران قبضت من أمريكا قبضت من غيرها. وأكبر دليل لما يجول الحكومة ياد علاوي قال أنا أفتخر عملت مع أربع أجهزة مخابرات غربية. نعم نعم، هم
هم كلهم عملاء. نعم. هم يدعون بالوطنية ويدعون بالهذا، شلون يقبلون هم شلون يقبلون؟ نعم. وطننا هذا عزيز عده، وطننا شلون نبيعه؟ وطننا غالي، شلون نبيعه على الناس اللي جت على ظهر الدبابة الأمريكية واللي جت على ظهر الهذا، شلون يقبلون؟ نعم. أقول لك خوي، نعم. أنا هسه فلاح، ها؟ إيه. أنا حصدت لي 5 طنان شعير، ما حد يأخذهم، ما حد يقبل يأخذهم. ليش؟ ماكو إلا السوق والأكل والمنفذ والسائلوات مسدودة وما حد يأخذهم، زين؟ زين، لا لحظة أخي، يعني ماكو قانون حماية المنتج المحلي؟ يعني أنت أوكي تقول أنا حصدت 5 أطنان، 5 أطنان يعني 5000 كيلو حنطة محلية عراقية من فلاح عراقي. من المفترض اللي أنا أفهمه والغير يفهمه أنه أنت إلك الأولوية في بيع محصولك قبل التفكير باستيراد محصول آخر. صحيح. نعم صحيح، بس هم ما يأخذون لحد هسه، وما وضلات ما يمشين. زين، وهاي ظلت لك الوادم حال الضيم حالها. زين، الله وكيله كل عباس كفيلك. زين، نعم. شكرا. هاي قسمة الوادم. شكرا. لا تعليم، لا صحة، لا زراعة، لا صناعة، لا كل شيء ماكو. زين، نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك أبو محمد من الديوانية. يعني أبو محمد أحد الأشخاص المتضررين من السياسات ما أقدر أسميها سياسات ولا إدارة، لأن هي لا سياسة ولا إدارة. السياسة أن تسود الناس إلى أمر الصواب، والإدارة أن تدير شؤون الناس. بس اللي يسوي هو لا سياسة ولا إدارة، وغباء غباء سياسي بحت. يعني يقول لك أنا عندي محصول 5 أطنان هم يستوردون من إيران ومن غيرها حنطة بملايين الدولارات، لو يشترون محاصيل المنتجات الزراعية العراقية أو يدعمون الزراعة العراقية ويعيدون إحيائها من جديد ما راح يستوردون من برا. أبو طه من فنلندا، حياك الله يا أبو طه. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي يا 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 دولة، يا دولة تدعم الفلاح، يا دولة تدعم المواطن. نعم. مجموعة حرامية بلد تايه. هذا الموجود عندنا، احنا دولة ما عندنا، احنا عندنا مجموعة حرامية، مجموعة لصوص قتلة مجرمين، والشعب قاعد لا حول ولا قوة، لا كحد يعينه ولا كحد، وكل من يجرب صفحة، الشيعي يجرب صفحة، والسني يجرب صفحة، والكردي يجرب صفحة، والبلد راح. نعم. بيد الحرامية وبيد النصابين دولة كلهم كانوا حرامية، هم من طلعوا وكانوا خارج البلد وجوا الدبابة الأمريكية، جوا يعملون العراق، وما جوا يعملون العراق. طارق عزيز الله يرحمه قالوا له المعارضة العراقية الخارج العراق شو يسمونها هذه؟ قال ذولا مو معارض، ذولا مجموعة لصوص. فمن قال مجموعة لصوص كان صادق بها، يعرفونهم شنو من ذولا اللي كانوا خارج البلد ويجوا على ظهر الدبابة. نعم. يعني من أسانق الفلاح واللقيل والفيضانات اللي اجت للمناطق الجنوبية وزاحة المحاصيل الزراعية وزاحة المنازل وزاحة الطرق والشوارع والجسور، والجماعة فاتحين لتبرعات لجارة إيران لضرر، لتبرعات للجارة المسلمة إيران الدولة الإسلامية الإيرانية من الفيضانات والسيولة اللي جرفت الدولة الإيرانية، الدولة الإسلامية الإيرانية، وهم البلد مالنا فاض كله، راحت بشر راح ومحاصيل زراعية راحت، ما يجمعون تبرعات، بس يجمعون تبرعات لإيران لأنهم لوقية لإيران، تابعين لإيران، فيجمعون تبرعات لإيران. نعم. إيه. فدلوا ماكو. نعم. شكرا لك أبو طه. يعني قبل ما أعلق على هذا الشيء خلينا أروح للواتساب. عندي رسالة تقول السلام عليكم. سبب دمار العراق وخرابه هو جميع الأحزاب الفاسدة والعميلة هي من أهدرت المليارات من الدولارات لمصالحهم الشخصية. عليكم بإعلام فضح الأحزاب الفاسدة والعميلة حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر، ما كاتب اسمه ولا من وين. السلام عليكم. حكومة فاسدة وشعب نايم مع الأسف. رسالة أخرى يقول السلام عليكم أستاذ، الأمريكان والإيرانيين يفتهمون من جابوا لك هؤلاء العملاء وخلوا عبد المهدي رئيس وزراء حتى تبقى الحدود مفتوحة لإيران،
لجلب الحشيش والمخدرات والترياقة، ومسؤولين عن وزارة الداخلية لإيذاء الجيل الجديد، والأمريكان ناهبين خيرات العراق، ومسؤولين عن وزارة الدفاع. فرئيس الوزراء أفشل من سلف العبادي الذي دمر الموصل وباقي المحافظات بهمجيته. تحياتي لقناتكم الموقرة أبو عمار، حياك الله يا أبو عمار. علي البرزنشي دازلنا رسالة يقول معلومات استخباراتية، لماذا تواجه المنطقة أمطار غير مسبوقة؟ قامت إيران برش غاز البروبين، وهو غاز يستعمل لتكثيف الغيوم وإسقاط الأمطار، وهذا غاز معروف في منطقة الخليج العربي ويستعمل بشكل طبيعي. وسبب قيام إيران بهذا العمل إغراق منطقة الأحواز والمحافظات الحدودية مع العراق، وذلك لتأمين منطقة آمنة حدودية غير مأهولة بالسكان عن طريق تهجيرهم. من الإمارات يقول أخي العزيز، الفساد وأدواته في العراق موجود خصوصا والابتزاز في كل مفاصل البلد، وهذا في وزارة الداخلية ووزارات أخرى أيضا موجود على مدى 16 عام من الاحتلال للبلد. الابتزاز بأشكاله يقع على أهل السنة في المعتقلين، من المعتقلين في السجون عفوا، وكل أشكال الظلم الواقع، القتل، الاعتقال، التشريد، النزوح، وكثير من الأزمات والسلب والنهب وخيرات ونهب خيرات الشعب وقضايا النزاعات العشائرية. ورسالة تطول، أعتذر عن عدم إكمالها. ذكر سامي إلى قضية الانتماء إلى الوطن، يقول دولة ما عندهم انتماء إلى الوطن. طبعا قضية مهمة جدا هي الوطن والانتماء إلى الوطن، مو بس السياسيين، أجد اليوم الكثير من العراقيين إما يعلن انتماءه إلى الجارة إيران أو يعلن انتماءه إلى دولة أخرى، لكن أن يعلن انتماءه إلى الوطن ندر ما أجده اليوم في العراق. تساؤل، ليش اليوم إحنا بعراق 2019 عراق الديمقراطية مال أمريكا وغيرها بعد عام 2003 واحتلال العراق، ليش انتماء الوطن قل؟ هذا السؤال مهم جدا. عندنا علي من بغداد، حياك الله. علي تسمعني؟ يبدو انه الاتصال ويا علي قد انقطع. ارجوك يا علي ان تتصل مره ثانيه ونسمع صوتك ونسمع رايك. ارجع على قضيه الانتماء الى الوطن. السياسيين عرفناهم، يعني هم مو عراقيين. ايش تترجى واحد يدافع عن جنسيته الثانيه؟ ايش تترجى عن واحد يجي يقول لك انا ما اتنازع عن جنسيتي؟ طبعا هو ما يتنازع عن جنسيته لسبب. يا شعبنا يا هذا من يسوي الفساد وديبوق ودينهب حاله حال عبد فلاح السوداني اللي باق مليارات العراقيين وفلت بليله وضحاها بحمايه السفاره البريطانيه لانه عنده جواز بريطاني. يقول لك انا شو اسوي بالجواز العراقي؟ انا اديت مهمتي وخليت الجواز العراقي اسوء جواز بالعالم. اجي اتنازل عن جنسيتي حتى اخذ اسوء جواز بالعالم؟ والشعب العراقي بكل انتخابات ما زال ينتخبهم. 328 نائب، ما ادري 333 نائب، يمكن 20 واحد يحمل الجنسيه العراقيه والبقيه كلهم يحملون جوازات اجنبيه. ليش ما يتنازلون عنها؟ علما هي اكبر مخالفه دستوريه بتاريخ العراق. لانه الدستور العراقي يجب على النائب او الوزير او رئيس الجمهوريه ان يكون عراقي الجنسيه. سابقا كان السفير او الضابط بالجيش العراقي اذا تزوج اجنبيه يطلعوه. يقول له انت عندك اسرار الجيش اللي يحمي البلد، وانت عندك اسرار الدوله اللي انت تمثلها، لما تتزوج اجنبيه الا ما تحكي وراح تطلع هاي الاسرار. فكان يمنع على الضابط ان يتزوج اجنبيه، ويمنع على السفير والملحق وان يتزوج اجنبيه، فما بالك بوزير او نائب. وزير شايل لي جواز عراقي منا ما يعترف فيه، وجواز امريكي او بريطاني او 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 دوله ثانيه ما يتنازل عنه. هاي اكبر مخالفه دستوريه، اكبر مخالفه دستوريه لما المنهصب تنباع بفلوس، ويجي واحد ما عنده خبره سياسيه مثل محمد الحلبوسي يصير رئيس برلمان. لكن عزة الشابندر منظر حزب الدعوة طلع وقالها، قال ذولا مو رجالات دولة. كمعارضة نعم نجحوا كمعارضة، لكن كدولة ما زالوا يديرون الدولة بفكر المعارضة. أبو عبد الله ويانا. السلام عليكم ورحمة الله.
ابو عبد الله من لندن حياك الله. الله يحييك. والله يا اخي افل المتتبع الاحداث السياسيه في العراق. نعم. يعني مثلا القيس خزعلي في الان في شريط صوتي في فيديو وصوره وصوت يعني يتحدث يقول ان البنتاغون الامريكيه الامريكان موجودين يعرفون يعني هناك يعني امام مهدي بس باقي فقط انه يطلعوا صوره الامام مهدي يعني كل شيء يعرفون. ومن جهه يعني عندما يتحدث يعني يتحدث عن اهل السنه يقول هؤلاء الاحفاد من اولئك الاجداد. فيعني تخيل يقود ميليشيا دمويه قاتله ويسمى عصايب اهل الباطل. تخيل يعني الاتباع هذا المنظم. انا فقط اتحدث عن هذه المنظمه منظمه بدر وغيرها الاجداد. فالقاعده الجماهيريه التي يتبع هذا المتخلف يعني هذا المتخلف كيف يعني يعني دمروا العراق يتحدث يقول ان امريكان متواجدين بسبب يعني راح يطلع امام مهدي. فكيف هذا السبب يعني الشعب العراقي يجب ان ينتبهوا الى هؤلاء يعني الى متى القاعده الجماهيريه يمشي خلف هؤلاء القتله والمتخلفين. فلذلك يا اخي الكريم الذي يحدث فعراق لن يحدث فيها تغيير ان لم يغيروا عقول هؤلاء الناس يعني تغيير جذري. نعم. يعني الان الاخ يعني تحدث من النجف قال انهم يسرقون الاراضي وكل شيء. نعم. يعني هذه على اساس هم يتبعون عقائد الامام حسين ويقولون نحن يعني عفوا هم يقولون يعني نحن نتبع امام حسين وامام حسين جاء لمقارعه الظلم والظالمين ونرى كل هذا الفساد والقتل صحيح. لذلك الشعب يجب ان يغيروا من حالهم. يجب ان يعني الى متى ان يعني يمشي وراء المراجع المتخلفه الذي لا يطلع لا صوره وصوت وعراق تم تدميرها بالكامل. فلذلك انا برايي يجب ان يكون تغيير جذري ويغيروا من واقع. شكرا 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 لك ابو عبد الله. عندي رسالتين واتساب على السريع من السعوديه. اخ يقول السلام عليكم، هذه كلها مؤامره على شعب العراق من عام 2003 حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب. أخي يقول المرجعية من تدعي أنها تتبع على البيت من سوى تحشد وعمل ما عمل الحشد من نهب وقتل وسرقات وعصابات بالفيديوهات، ليش ما طلعت المرجعية فتوى للشعب بمحاسبة اللصوص؟ والله حوبة أولئك الأيتام وأرامل المهجرين بركبة المرجعية إلى يوم الدين. ومبروك لخونة العراق وتجار الدين والعملاء. يعني ما أعرف سؤال سأل به المرجعية الأخ المتساءل آخر رسالة. أنا أسأل مو بس المرجعية، أنا أسأل كل الشعب العراقي، ليش أنتم محافظين على هاي الوجوه؟ واللي طبل لهؤلاء أنت ليش دا تطبل لهم؟ بشنو فرحان؟ مدنك الغرقانة بالناس اللي ماتوا بالعبارة مال موصل، بالناس اللي ماتت على يد الميليشيات، بالمدن اللي تهدمت، بمأذنة الحدباء اللي هي أقدم مأذنة بالعالم اللي راحت، بشنو انت فرحان قاعد تطبل لهم؟ والشعب العراقي راضي بالحال اللي هو عايشه لو لا؟ بالاخير اريد اقول لكم شغله. عندي شخص يشتغل بالدفاع المدني مال الموصل يقول احنا حاليا اعلنا الانذار جيم في سد الموصل، سد الموصل بخطر، اذا انفجر سد الموصل الموصل تغرق بثلاث ساعات والمي يوصل بغداد ويغرقها خلال 24 ساعه. ليش؟ ختام البرنامج مشاهدينا، إلى اللقاء.